وكذلك محمد الخيبري. كرة الآن ركلة الزاوية بالراس، تحركات حمراء صفراء من أجل هدف أول وعلامة خضراء في هذه المباراة، أول أهداف هذا اللقاء مع تعليمات المدرب المصري عادل عبد الرحمن. حاتم بلال هو اللي كان خلف الكرة مع توريب، خذ التعليمات من حكم المباراة، طالب بهدوء كل اللاعبين، لكن حاتم بلال ما يهدى لبال حتى أن يسجل أول الأهداف لصالح الوحدة ولصالح الفرسان. واحد مقابل لا شيء في ربع ساعة أولى اخترب فيها أحد من التسجيل، لكن الوحدة هو من يتقدم.